السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. حباكم عشر في يوم الخميس، كل الناس اللي بتابعنا داخل وخارج السودان، خلونا نعيش كده إحساس إنك وردك لما يجي خاش أنت ما تعرفه. تخيلوا معي المنظر ده، يعني وردك يجي خاش، أنت منيع ورد، جبت منيع بيت، ما جبت له الموية في حنك، ممكن تكون شربتها قبل شوية. الأسئلة الطوال اللي بتتكرر ونفس الأسئلة تكون شغالة على مدار اليوم، عندك حالة زي دي في البيت، عيش إحساس الكبر قبل ما تكبر، وإنه أبوك زي ما نحن بنسمي بالسوداني إنه خرف، يعني أو أمك خرفت، جاها الزهايمر. جربت الإحساس ده؟ عيشه عشان تقدر تتعامل مع مريض الزهايمر أو الزول اللي عنده خرف. للأسف الشديد نحن نختلف من يعني ناس لتانين. في ناس طبعا بيتعاملوا مع مريض الزهايمر او الواحد اللي عنده امه وابوه بيتعاملوا معهم بطريقه راقيه جدا وسليمه، ممكن تساعد الزوج ذاته يتجاوز هذه المرحله، ممكن يتعافى. وفي ناس بيضحكوا عليه، وفي ناس بقوه مجرد نكته، وخلوا اطفال يتندروا عليه، ويا ابوي احنا لسه ما كنا بنتكلم معاك. وده غير انه لو ماما ودوه غرفه وحبسوه براه وطلعوه من بيته اللي هو كان ساكن فيه، وتعامل معه تعامل رف جدا. اذا عندنا مريض بتاع الزهايمر، يعني هو حالة مرضية، زول خرف، نحن نتعامل معه كيف؟ ده محور حلقتنا لهذه الحلقة مشاهدينا الكرام. أسعد جدا بمشاركاتكم من خلال الجسور المختلفة، رقم الهواتف التي تظهر أسفل الشاشة، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك برنامج حياة طيبة. كما أسعد بضيفي لهذه الحلقة داخل الاستوديو الدكتور ياسين القدال، استشاري الطب النفسي. إذا أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، وأنا سعيد أكون ضيف في هذه الحلقة. نتكلم عن كيفية التعامل مع الشخص المصاب بمرض الزهايمر. نعم، مع السلامة دكتور، سعيد بك والله، نحن في حياة طيبة، ويسعدنا أن نتكلم عن هذه الفئة اللي بتحتاج مننا لرعاية. خلينا نعرف المشاهد شنو يعني زهايمر. صحيح، نعم. ده سؤال مهم جدا. طبعا مرض الزهايمر هو سبب من أحد أنواع أمراض الخرف، أو اللي احنا بنسميها أمراض الشيخوخة المتأخرة، اللي هي تتميز بفقدان الذاكرة تدريجيا، وتغيرات في شخصية الإنسان، وتغيرات في سلوكيات الإنسان. يعني الإنسان بيفقد مقدراته العقلية بالإضافة لمقدراته الاجتماعية والمهنية وحتى إدارة المال. نعم. الزهايمر في أسباب تانية بتسبب الخرف، لكن أشهر واحد فيها هو الزهايمر، اللي هو عرف بهذا الاسم أنه في عالم ألماني في 1906 اكتشف المرض. العالم اسمه ألوا الزهايمر، فسمي المرض على اسمه. على اسمه، عجيب، على اسمه. معناه خرف الحق ربيع هو يا ذاته. جميل. وبعدك أهمية الحديث عن الحاجة دي يا دكتور، لأنه إحنا عندنا ممكن نشهد كثير من البيوت السودانية فيها حالات زي دي ومتكررة. صحيح، والله ده موضوع مهم جدا، وبهم عائلات كبيرة جدا، خاصة الناس بحكم تحسن الخدمات الطبية وتحسن نوع التغذية، فالناس بقت تعمر، يعني تعيش لأعمار طويلة، أعمار طويلة، خاصة النساء. النساء يعمرون أكثر من الرجال، عجيب. الرجال بيموتوا قبل النسوان، فعلى تطمين كويس اليوم نصير النسوان. صحيح. نعم. عشان كده نسبة الزهايمر في النسوان أكثر، مش لأنه هي أكثر في النساء، لأن النسوان معمرات أكثر. لا كده خربت هذه. نزل بعد ما يطمنوا إن شاء الله ما عرفت وش كده. فلها نتكلم عن أعمار متقدمة، يعني فوق الثمانينات. نعم. وكده يعني. جميل. هو يعني يصيب 5% من الناس اللي أعمارهم ما فوق التقاعد 65%. كل 10 سنوات تزداد النسبة، يعني 75 النسبة أكثر، 85 أكثر، 95 أكثر. غير الأسباب، الأسباب هو عبارة عن موت في خلايا الدماغ، يعني خلايا الدماغ دي بيحصل لها موت، السبب بالذات ما معروف شنو للآن، ما معروف للآن طبيعي. للآن ما معروف، لكن معروف تشخيصه مثلا عن طريق الميكروسكوب، في بعض اللوائح او الصفائح بيسموها بتشاف، بيعرفوا انه ده مرض الزهايمر. في اسباب ثانيه بتسبب الخرف ليست الزهايمر، زي الجلطات. الجلطات الناس اللي عندهم ضغط سكري كده، لما تجي جلطات متكرره بتسبب له مرض الخرف.
في تاني الاسباب بتاعت لو الواحد عنده ورم في الراس او مثلا اصيب بضربات متكرره في الدماغ زي الملاكمين مثلا بيشتغلوا في الملاكمه او بيلعبوا او حادث مثلا او حادث حركه متكرر فده ممكن يصابوا بحاجه شبيهه بالقرف. في تاني في ناس بعض الفيتامينات زي فيتامين 12 ده برضو نقصه مرات يؤدي حاجه شبيهه بالقرف. في برضو ادمان الكحول والمخدرات والكحول بالذات استعمال المتكرر قد يؤدي الى حاجه اسمها كورساكوف سايكوزيس اللي هي شبيهه بالقرف ان الواحد بيبدا ينسى. في برضو اسباب زي المرض الشلل الرعاشي اللي يسموه باركنسون ديزيز ده برضو بالإضافة مع الرجفة بتيجي معه نقصان في الذاكرة وتدهور في الذاكرة برضو مرض القرف. بس اليوم نحن يعني كلامنا حيكون أغلبه عن ألزهايمر مريض الألزهايمر وكيف نتعامل معه إن شاء الله. دكتور بس حتى مهمة تكلمت عن الكحول برضو واحدة من الأسباب يعني دي رسالة لكل الناس اللي بضاعت كحول صحيح. المخدرات برضو معاها ولا المخدرات برضو معاها لكن الكحول اكتر 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 ايوه. فيعني معناها فلوس طبيعي الناس توقف لا توقف طوال اي زول بيشرب عشان يوقف لانه بعد شوية بينسى ذاته وانه بيشرب ليه. والله هذه خطيرة دكتور عجيب. يديك العافية دكتور سعدنا بهذا يعني ايضاح الراية. ونحن عندنا اضلاع يعني بتتكون من الاسرة عندنا زوجة عندنا زوج اي كان المصاب فيهم عندنا اطفال عندنا ابناء التربية عادي دائرين نحن يعني تأخذ جرعات إن شاء الله من خلال هذه الحلقة حتى تقدر التعامل السليم مع مريض الزهايمر. لو بدينا بالزوجة يعني فنفترض أن الزوج هو عنده زهايمر صحيح. لو طبعا لو بدينا بالزوج والزوج طبعا بيكون شخص متقدم في العمر لأنه لمن عمره 75 سنة فالشخص ده بيكون هو عميد الأسرة. نعم. تخيل عميد الأسرة اللي هو كان الكل في الكل والآمر الناهي والناس بيحترموه ويسمعوا كلامه فجأة يكون هو مفروض يسمع كلام الناس. أوه. يعني هو اللي بيقول له أكل أمشي أجيف أرقد سوي كده. فإذا كان الزوج دائما العبء بيقع على الزوجة لو كانت زوجة موجودة أو يقع على مثلا الابن الكبير أو زوجة الابن الكبير. فقبل ما نجي للرعاية وتطلباتها حقه نحن نرجع لأنه نأكد تشخيص الزهايمر نتأكد منه في البداية أنه هو زهايمر نتأكد منه الزهايمر لأنه هو طبعا يحتاج تقييم شامل للشخص اللي عنده نسيان ده اللي هو النسيان ده قد يبدأ بأن واحد ينسى نظارته ينسى ساعته ينسى المواعيد ينسى مع شوية يبدأ فطر بشنو أو مثلا ينسى مفتاح عربيته يكفي لجوة تبدأ بحاجات بسيطة بعدين مؤشرات وأيوة مؤشرات بسيطة بيبدو بعد شوية بلاحظه هو نفسه بعد شوية بيبدو يلاحظوها الناس عليه بيبدو يساعده يا أبوي يا جدي أنت نظارتك هذه قدامك يا أبوي أنت نسيت عمتك لحقوها له يا أبوي أنت عملت حادث لهذا عملت ثلاثة حوادث فشوية خلي السواقة فحاجات زي دي بيلاحظوا الناس لغاية ما لازم يقابل أخصائي الأخصائي بيعمل اختبار للذاكرة يشوف نسبة الهبوط في الذاكرة كم بيعمل اختبار لحاجة اسمها مهارات الحياة العادية اليومية بسموها activities of daily living يعني نومه مزاجه أكله شرابه الحمام بيدخل الحمام بيلبس ملابسه بطريقة طبيعية ولا عاوز مساعدة المشي بتاعه عديل ولا فيه ترتر شوية ولا فيه اضطرابات النظر كويس سمعه كويس. فالدكتور يعمل تقييم شامل كامل ومرات بيحتاج يعمل فحوصات زي فحوصات في الدم للفيتامينات لكده او صور مقطعية او كده بعد ده يشخص بانه الشخص عنده الزهايمر. يعني المرحلة الاولى لازم نعرف انه عنده الزهايمر لازم التشخيص الصحيح. طيب قبل ما نمشي شوية لقد عشان نطمن الناس في نفرق بين الزهايمر اللي هو مرض بين حالات النسيان العادية. أنا بدي كنت داري جاب بعد الفاصل صراحة. يعني صحيح. نحن كلنا ننسى دكتور مصر صحيح. ننسى المفتاح. صحيح. ننسى إنه خدت مثلاً قلم الحتة الفلانية مرات تلقى زول خدت القلم هنا وفتش له. صحيح. فخلينا نعرض عليها بعد الاستطلاع. صحيح. نبدأ نشوف الاستطلاع مشاهدينا الكرام من ثم نعود إليكم تابعونا. حياة طيبة. الزهايمر طبعاً هو النسيان. النسيان ده بيصيب الفئات الكبيرة العمرية الكبيرة أحيانا والناس اللي بيكونوا صغار برضو في حالة إن الواحد يكون عايش مشاكل كده يعني هو مرض بتاع نسيان
يعني زول بينسى يعني ما يعني بيكون زي احلام اليقظة يعني زول انه يشوف الحياة دي شافه قبل كده ما شافها ما بصيبنا على ناس شباب بصيب الناس الكبار يعني ناس الكبار يعني زي ما بقول لك زول ده خرف يعني زول ده كده خرف يعني انا سميت بالزهايمر حقيقة الزهايمر يعني العقل ممكن ينسحب عند الانسان وبعد مرات يبقى نفسه هو كان وين لحد ما يبقى واعي شوية كده الزهايمر ده مرض شبهي تقريبا على حسب تحليله شبهي حاجة زي النفسية كده والله الزهايمر ده بقوله هو مرض يعني مبكر يعني بيكون في الحالات الأولى يعني ما بيكون يعني زول وصل سن كده سن اللي بيقولوا سن يعني سن المتأخرة يعني والكبيرة الذاكرة بتكون ضعيفة ولذلك ما بكون مركز على الشيء يعني كان طلع ما بركز انه يجاوب يا تشارع ولا ماشي بيمشي ساكت ولذلك ده اصل علاج هو يقول عنده علاج لكن لا انا ما شايف له علاج لكن الحبس في البيت احسن له اهله يحبسوه عشان ما يروح حياة طيبة مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا تابعنا استطلاع يراو فريق البرنامج على ارض الواقع والناس تكلمت نبدا بعمل اللي بدا الاخير ده تعليق عليه وقال يا اخي يعني لسه مو ما تلاقي علاجه بعد ذاك الحبس اولى يعني صحيح والله تعليق على الجروب عموما هي دي مجموعه مستنيره جدا نعم. في واحده قالت مرض نفسي وفي اثنين قالوا النسيان وفي واحده قالت مبكر ده برضه والعمل الاخير ده قال يحبسوه وطبعا دي فيها صح صحيح وخطا حسب الحاله يعني احنا بنقول يراقب في البيت وليس يحبسوه كما تحبس دي ذاتها صعب يعني زي اللي بيسجنوه يعني زي اللي بيسجنوه يعني انه مثلا لو بقى يتوه يطلع ما يمشي مثلا انا عندي مريض لما كان يمشي المسجد بيصلي بعد شوية المسجد قريب لبيته يعني بياخد خمسة دقائق بيجا ياخد 20 دقيقة عشان يصل المسجد لأنه بياخد لفة طويلة جدا على بال ما ممكن يجلزوا ويرجعوا للمسجد وكذا فزي ده يحتاج حد يمشي معاه للمسجد أو يراقب في البيت لو يصلي في البيت وكذا ممكن يدبلوا الباب الحوش لكن مش يحبسوا في أوضة ولا كذا دكتور يعني الملاحظ الغالب بيتعامل مع مريض الزهايمر أو الزور المخرف كان زول فقد الشعور والإحساس الشيء ده صحيح؟ لا ما صحيح الشخص اللي عنده الزهايمر لسه محافظ على بعض عنده كمية من الذاكرات موجودة عنده الأحاسيس بتاعته يشعر بالزهج والقلق والتوتر والحزن ومرات القلب يبكي براه وتنتابه بعض التوهمات والهلاوس برضو دي بتأثر فيه قد يعرف أنه هو ناس يعني بينسى اسم ولده وزوجته يعني واحد زوجته متوفية بنته بيفتكرها زوجته فدي نفسيا مرات لما يستدرك يتأثر هو نفسه وبنته تتأثر فمرات بيجيه لحظات صفاء بيعرف انه هو فقد الذاكرة وانه الحاجات اللي هناك بيشعر بحزن ويشعر بالذنب شديد جدا عشان كده مرات احنا نعطيهم ادوية مضادة للاكتئاب عشان تحسن لهم مزاجه يعني مش خلاص زول بيجي يعني زي الطفل وكده ما بيفهم حاجة حتى الطفل اللي احنا مرات بنتكلم معه بطريقة عقلانية وكده فما بالك شخص كان هو مدير العائلة ورئيسه وكده كان له شنة ورنة انا لسه الجزئية دي دارين فيها اضافة يا دكتور ياسين يعني احنا مرات بنقول كلامنا قدام مثلا الوالد في البيت او الوالدة ابوي ده اخي ما خرف يعني ابوي ده ما كده وضحكوا عادي يعني هم بنفتكر الشعور ده ما بيصلوا الاحساس ده هو الحكايه دي بيتصلوا فعليا بيتصلوا ونازل يضحكوا عليه بيتصلوا يعني انا لما اشوف المريض بيجيني في العياده بيجوا بيجيبوا الابو ومعاه البنت والمراه وبتاع وهو بيتكلموا قدامه فانا دايما بقول لهم لو سمحتوا خلوه برا انتظروا خلوه يقعد برا معاه حد تعالوا احكوا لي بالظبط حاجات شنو بعدين جيبوه انا اتكلم معاه هم بيفتكروا انه هذا ناسا نتكلم قدامه ساي يقول لك مثلا بيقوم بالليل وبهلوس وبيقول في روح وحاجات كده يعني محرجه بالنسبه له وذاته يعني الحكايه بتاثر عليه بتاثر عليه شديد جدا فلما تاثر عليه بينزوي يعني يؤثر الانزواء نعم وانه يكون قاعد في وقته ما قادر يطلع يا بالاكل يا بكده فلازم نحن نديه واهم شيء بيسموها الديجنيتي اللي هي الكرامه لازم نحفظ الانسان كرامته طبعا يعني كرامته دي لازم تكون محفوظه في تحت كل الظروف مهما كان مهما كانت عجزه العقلي او عجزه الاجتماعي او عجزه الوظيفي
هل ممكن تسبب لنا مرض ثاني الحاجات اللي بنقولها دي؟ يعني ممكن يجي مرض غير الزهايمر؟ اول شيء بيتسبب له اكتئاب، بيتسبب له بتخليه يفقد المهارات اللي هو اوريدي بيعملها. يعني لو كان بيمشي الحمام لوحده مع الشباب ما بيمشي، بيقعد قبله في غرفته. لو كان بيقابل الناس اصحابه يتونس معهم مع الشباب يوقف، لانه سمع انه والله هو خلاص خارج وبينسى وكذا وكذا وكذا. يعني مرات هو ذاته يكون عارف، مثلا تقول له بنتك دي اسمها مو حاج، بيقوم يزعل البنت يقول لها انت اسمك منو، لانه عارف انه هو ناسي الاسم لكن لسه عنده المقدر يزعل البنت يقول لها انت اسمك منو. دي في حد ذاتها هي ذاكره. ايوه معناها زي ما قلنا ان احنا الانسان عموما صغير او كبير هو مجموعه من الذكريات. صح. اذا فقد الذكريات دي بيبقى انسان ما عنده قيمه. صحيح. بيبقى ما عنده قيمه. فالشخص اللي عنده الزهايمر ده عنده ذكريات بتاع 70 80 90 سنه، ممكن يكون فقد منها زي 30 سنه كده، لسه باقي ثاني 60 سنه وذكريات موجوده يعني. وبتلقى مرات بيحكي عنها يعني عنها كثير، وبيحكي عنها بشغف وباهتمام كثير جدا. عشان كده دائما في الزهايمر الذاكره اللي بتخرب في الاول هي الذاكره القريبه الاقرب. الذاكره البعيده كل سنه محتفظ بها. يعني ممكن احكي لك عن المدرسه واصحابه في المدرسه والطفوله، يقول لك شعير وزمان، لكن لما تقول له فطرت بشنو ما يتذكر. عجيب. الزار قبل شويه منه ما يتذكره. دمه القاعد معاك ده ما يتذكره. توريه يقول له دي شنو دي، ممكن يقول لك دي شوفوا بعد الزمن، لكن انسى انه يسمع ساعه. فدي لانه اللي بيسموها الشورت تيرم ميموري، الذاكره للاحداث القريبه، قلاص الخلايا بتاعتها، الكمبيوتر بتاعته طفت. صحيح. ما في ثاني، ما بيقدر يسترجعها يعني. عجيب. طب الحين بنتكلم عن الزوج، وقلنا اذا كان مثلا مصاب بهذا المرض هو الزوج، وانه قلنا هي عندها دور اساسي، ممكن هي تدير الكنترول اللي موجود كله في البيت. نعم. طبعا احنا تكلمنا عن التغييم، التغييم ده فيه والتشخيص وفيه الاعراض اللي مصاحبه التشخيص ده. فدي احنا وظيفه الاخصائي انه يشرح للعائله. نعم. اول شيء يشرح لها انه الشخص ده والله مصاب باسمه مرض اسمه الزهايمر، وانه المرض ده اعراضه كده 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 وهيحصل له كده وهيبدا تدهور بمرور السنين، يعني ما بيتحسن. عندنا ادويه احنا بتوقف تدهور لكن ما بتحسنه، ترجعوا او تعالجوا كليا ثاني او تعالجوا كليا. فدي معلومه مهمه جدا احنا نرسخها في اذهان العائله، لانه اغلب العائلات زي مرض السرطان، تقول لزول والله عندك سرطان يمشي شهر كده يتصرف كانه انت ما قلت له حاجه، يمشي لدكتور ثاني يحاول يختبر الدكتور، ما قادر يستوعب الكلام، يشوف الدكتور شاطر بيعرف انا ما بيعرف، ما يقول لي في الدكتور الاول قال لي الزهايمر ده برضه نجيب الاهل نقول له المريض ده عنده الزهايمر، يغيبوا ستة شهور يمشي لدكتور ثاني، الدكتور يقول له عنده الزهايمر، يقول له والله ده اول مره نسمع بها، ونكون ورد عاملين. ليش؟ لانه الزهايمر فيه الخوف من الوراثه، لانه عامل وراثه فيه قوي جدا. طيب حنجي نكمل فيها دكتور ياسين لو سمحت لي بعد الفاصل ان شاء الله، نشوف حكايه الوراثه دي جدا، لانه ناس كثيرين بيسالوا عنها. فاصل مشاهدينا الكرام، من ثم نعود نواصل ونستقبل المشاركات، خليكم معنا. مرحبا بكم مجددا، دائما ان شاء الله حياتنا واياكم تكون طيبه. والحديث اليوم عن مريض الزهايمر، كيفيه التعامل معه. عندنا زول عنده خرف في البيت، تحيه لكل ابائنا وامهاتنا اللي بيعانوا من هذه الاشكاليه، اللي بيحتاجوا مننا وقفه كبيره وانتباهها من خلال ان شاء الله حلقاتنا دي والحلقات التي تليها، نتحدث عن كيفيه التعامل مع هؤلاء الناس اللي قدموا الكثير لنا نحن في المقام الاول. مرحبا بك دكتور ياسين القدال، استشاري الطب النفسي من جديد. ونحن تكلمنا عن مرحلة التشخيص، عرفنا انه عند يعني والدنا امنا قريبتنا، المهم المعنى في البيت ده عنده زهايمر. تكلمنا عن الزوجة. صحيح. بتجي وظيفة الطبيب النفسي او المعالج النفسي يشرح للعائلة دي كيف يتعامل مع المريض المصاب بمرض الزهايمر. التعامل بيكون في اربع مراحل. في مرحلة طبية اللي هي دي اعطاء بعض الادوية. زي قلنا في دواء بيوقف تدهور، في دواء للتوتر والقلق، في دواء للنوم، لانه المريض الزهايمر ده مرات نومه مقلوب، ينوم بالنهار ويصحى بالليل، ساهر بالناس بالليل كله. في مرض عنده طبعا مريض الزهايمر كانه شخص كبير في السن، يكون عنده دوره سكري ورطوبه وقلب، يكون بياخذ كميه من الادويه. فدي لازم نشرح لهم كيف يدوا له في مواعيده بطريقه انه ما تعمل له لخبطه زياده. لانه مرات استعمالها كثير بيزيد له اضطرابات الذاكره. بعد ذلك نجي للعلاج النفسي. العلاج النفسي اللي هو انه زي ما قلنا قبل شويه يعطوا المريض ده احترامه
وتقديره ويحفظوا له كرامته. يعني لازم يكون لابس كويس، ما يكون عريان، اما ما يكون خلينه كده براه متسيخ الملابس. أيوة. وشغل بمعرفة دي لازم يكون نظيف، يكون يعني زي ما كان هو زمان. يعني دي بتساهم في انه هو ذاته يتماسك. طبعا طبعا. بيساعد كثير، وبيساعد ناس البيت ذاته يتعاملوا معه بطريقة، حتى الاطفال يتعاملوا معه بطريقة يعني فيها احترام وفيها ود وفيها كده. دي الناحية النفسية. اذا عايزه، اذا عنده اضطرابات زياده زي الاكتئاب والكده نعالج له. في الناحيه الاجتماعيه اللي هي او الحياتيه اللي هي مهمه جدا، قصه انه اول شيء نتاكد انه الزول ده بيمشي كويس، ممكن يمشي الحمام ويجي راجع براو. ضروري نتاكد، ضروري جدا عشان ما يحصل له مخاطر. ضروري يكون الحمام ده في نفس ال 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 الليفل بتاع البيت، يعني مستوى، ما يكون في بلاط عالي نازل الستيرز وكده، انه يعني سلم ولا كده يقوم يقع. حتى الحمام ذاته نتاكد انه البلاط ده خشن، صحيح، في مواسير يمسك فيه عشان ما يقع، لانه اغلى اكثر حاجه بيخاف منها هو كسر عظمه الحوض. بالنسبه لانه بيقع فجاه بيكسر عظمه الحوض، صحيح، بيكون عنده بالاضافه للزهايمر عنده ثاني كسر شديد. فدي مهمه جدا. نوعي الناس، نوعي ناس البيت كلهم الساكنين معاه والبيجي يزوروا دين، بالاضافه الى اللي عندهم شغالات ودين واحد شغالات برضه. يعني الناس مرات المريض تلقاه والشغاله هي المزوله منه، لكن لما يجي للدكتور يجي ولد كبير يتكلم والشغاله قاعده برا. فنحن دائما نقول له جيب الشغاله دي عشان نسالها ونشرح لها، تدي الحبوب كيف وتقوي كيف وتاكله كيف. طيب دكتور، يعني هي ذات كون وصل لمرحله انه يا اخي الشغاله هي اللي بتعتني بوالدي، المساله دي ما عندها مردود نفسي؟ لا طبعا عندها طبعا، لكن يعني موجوده الحالات دي، موجوده يعني موجودة. او في ناس الغادرين ممكن يجيب ممرض وكده، لانه فعلا يعني المريض الزهايمر داير اشراف 24 ساعة، داير زول عليه وسط 24 ساعة. فلا زوجته بتقدر على الكلام ده، لا مرة الولد بتقدر على الكلام ده، لا الولد ذاته بيقدر. يعني حس انا اخر مرة شفته ولده خلى شغله وقاعد مع ابوه في البيت. فدي برضو يعني مصدر رزقه وكده. فانا مفتكر ان العائلة لازم يتناوبوا في رعاية الاب او الام، صحيح، يعني ما يخلوها لشخص واحد مو خلوها ليوم ورا واحدة. يعني بالإضافة للتناوب ده، أنهم ذاتهم ما يرهقوا نفسهم شديد، يعني الرعاية تكون منزوي منزوي، يعني النوع بيقعد مع 24 ساعة، لأنه مرات حتى القريب ده ذاته بيجيه شعور بالذنب، بيفتكر أنه هو مقصر، أو مرات يشتد على الأبو يقول لي حسه ما اكلناك، حسه ما اديناك، حسه ما قمت وديناك الحمام، فقوم يشتد معاه وبعد شوي يجي شعور بالذنب، مع انه يعني بحسن نيه بيتكلم معه، بيتكلم معه بحسن نيه وبكل اريحيه. فدي برضه نحن لازم نراعي لمشاعر الاهل البراع الشخص اللي عنده الزهايمر ديه. طيب فرح مرات بنلاحظ بعض الحالات انه الاب والام بيتعزلوا في حته واحده، والتعامل حتى بيبقى معاهم يعني كانه شخص غريب في البيت، وعندنا منهم حرج حتى اجتماعي يا دكتور. يعني يقول لك يا اخي الحاجه المخرفه او الحاجه المخرفه للاسف، حطهم كده براهم ما تجيبهم مع الناس. صحيح. انا افتكر دي ظاهره سيئه جدا. نعم. وانا يعني بقول في شكل نكته، لكن هي يعني بتدي المعنى الدرامي. يعني يقول انه في راجل كبير ساكن في بيت ثلاثه طوابق، وعنده البيت ده ما شاء الله حديقه، وفي بيت كبير كده للغفير، وعندهم كلاب كده قاطين فيها. فلما كبر وكده وبقى ما بقى نزلوه من الطابق الثالث للثاني، بعد شويه نزلوه للطابق ده، بعد شويه نزلوه للطابق الارضي. بعد شويه هو ذاته شعر بانه الموضوع ماشي يعني، فبيحكي لصاحبه بيقول له والله انا بعد شويه الجماعه دي حيودوني وقت الغفير. قال لي لكن انا ما خايف وقت الغفير، خايف من وقت الكلب. لا يعني شو الاحساس ده وصل للدرجه دي؟ ايوه عجيب والله سبحان الله. يعني الناس يقول لك والله خلي نعمل لجدة اوضه صغيره كده جنب الباب عشان ما يقع. لا، انا مفتكر الشخص يظل في غرفته نفسها كان عايش فيها اعتباره كلها، لانه فيها ذكرياته، صحيح، فيها ريحه هدومه، وفيها يعني حاجاته اللي بحبها، وما بتلخبط. يعني مرات مثلا راجل كبير يقوم يودوه مثلا يسكنوه مع اخوه ولده الكبير ساكن في شقه،
لا في حوش لا في كذا، ويقول يتلخبط زيادة صعب عليه. يعني حتى المرض الزهايمر لو قلنا مستشفى الزهايمر بيزيد عليه لأنه يتلخبط جدا، لأنه وسط ناس غراب غرفة جديدة ما عارف أي زول، لكن لما تخليه في أوضته دي عارف حمامه وين، عارف بابه وين، عارف الدبليو سي او التواليت وين، عارف محل الاكل المطبخ وين، بيكون حايم في الحته العارفه دي ما بيعمل اي حاجه. لكن لما تغير له البيئه بتاعته الى بيئه حتى لو بيحسونيه بيتلخبط اكثر واكثر. نعم، مرات الدرجه بتكون قليله دكتور ياسين، ونحن ابونا ده بنحرمه من كل المناسبات الاجتماعيه. لو عندنا مناسبه حتى في البيت ايا كان نوعها، زواج غيره من هذه المناسبات اللي بنعملها نحن كمجتمع سوداني، طوالي نحن تلقائيا ابونا ده بيكون مقفول في غرفته ما بيطلع، وهو حاسس وعارف انه في حاجه برا قاعده. صحيح. فعشان كده انا بقول انه قبيل الشخص في الـ في الـ في الـ الاستبيان ده قال انه يحبسوه، وانا بفتكر كلمه يحبسوه ده كلمه خطا، انه بالعكس احنا نفتخر به. يعني دائما جدك ده لو عنده مناسبه يجيبه في الكرسي بتاعه قاعد اول زول. نعم. يكون لابس نظيف، وحتى لو يكون لابس حفاضات لو ما قادر يتحكم في البول وكده، لكن ما يعزلوه ما يدسوه، لانه كل ما حجمت له البيئه بتاعته ما في حاجه تستيميليتهم، يعني تنشط له عقله ده بتلخبط زياده. عجيب. وده طبعا يعني جزء من الـ من الـ من الـ من الثمن اللي احنا نقدمه له، انه نعيد له نواصل له على كرامته وعلى هيبته وعلى حب الناس له وكذا، ما ندسه من الناس ذي. جميل. طيب دكتور، نحن عندنا حالات ان شاء الله حنتكلم عنها، اللي هي حكايه تعامل الاطفال مع الراجل الكبير ده، نشوف كيف نتعامل. لكن ناخذ ابو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ يوسف، حبابك والله، تفضل. الله يكرمك يا رب، تفضل. انا قلت كده ارفع صوتك شوي محمد. الصوت ما واصلنا واضح، بس ارفع لي صوتك حبه كده. لو في تلفزيون ابعد منه يا ابو محمد، لانه صوتك صراحه ما واصل. محمد والله اعتذر عنك، يعني صوتك ما واصلنا بوضوح، فامل انك تكرر الاتصال مره ثانيه حتى نسمع بوضوح. طيب ابو عوض، السلام عليكم. وعليكم السلام اخواني في مكه. مرحبا حبابك عشر، تفضل ابو عوض. والله الحمد لله، والتهاب دكتور ياسين يا اخي. الله يبارك فيك يا رب، تفضل. طبعا انا متابع متابعه جيده، ويعني كده حلقه جميله. تسلم يا رب. وطيب اجمل يا اخي يوسف. الله يحييك يا رب، جميله بيكم انتم ومتابعتكم لها. والله ينفع جدا والله. طيب عندكم يعني هل مرض عليك حاله بتاعت خرف زي ما بنسميها نحن، والناس بتتعامل معاه كيف، يعني سواء كان قريب او جد او جده او غير من هذه الاشياء؟ والله يعني كيف، انا طبعا يعني عندي خطيب البيت هي عمرها يعني ما يغارب 25 سنه. نعم يعني هي انا شايف بعض الحالات فيها، يعني ملاحظ بعض الحالات فيها، لكن انا يعني بعامله معاه مصيبه، لانه هي امي يعني خالتي. يا سلام، بالتاكيد. ايوه، بعاملها معاملة طيبه وكريمه، هي يعني هي كويسه، يعني عقلها كويس جدا، هي عندها بعض الحاجات كده بسيطه يعني خفيفه. خفيفه. هل تقدر تتونس معاها وكده؟ لا جدا، القهوه توا وتوا، يعني كل شيء يعني. يا سلام. اي نعم، بس انا تفضل في كرياتين. تفضل. يعني لاحظت يعني زحمه الشغل في بعض الشركات، يعني المدراء يعني بيسوا يعني مثلا جو كفار من زول بينسى، يعني هذا محمد يعني ديبراتين يتأثر مع الشخص بعدين يعني. نعم. برضو السؤال الثاني دكتور، لاحظت يعني في ناس عمرهم يعني اكثر من 80 سنه 90 سنه هم بحاجه جيده، وفي ناس يعني اقل 60 65 يعني هم يعني بحاله يعني شويه اسوء. يعني السبب شنو يعني دكتور؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله، شكرا بعوض، شكرا لك العافيه. تحيه لمحمد من قلب، ما كان صوته بالنسبه لنا واضح، ان شاء الله يرد علينا ثاني. اخونا بعوض كثر خير، يعني هو ذكر انه عنده نموذج في البيت صحيح، يعني جميل انه هو بيقعد بيشرب معاه القهوه، الحاجه اللي احنا محتاج لها. سال سؤالين، الحكايه دي زحمه الشغل، انا بين كلامتك قبل الفاصل قلت مرات الواحد بيكون خدت قلبه دكتور ولا المفتاح في الجيب، صحيح، يكون لافف في البيت كله ممكن يعمل شكله مع السردين. صحيح صحيح. نعم. هل دي بتعتبر يعني شيء ولا دي عرض؟ لا، ده النسيان الطبيعي، وده من وظيفه واحده من وظائف المخ الفعاله هي النسيان.
نعم. سمي الإنسان لينسى. نعم. يعني النسيان ذاته دي وظيفة يعني مش حاجة بتحصل سالبة، المخ مرات تعمدا بينسى. يعني عشان أنا أشرح أكتر دار أقول إنه ليه الإنسان بيتذكر أصلا. يعني لو أنت حصل اتصل بك واحد سباك ولا عاوز يصلى لك معسورة، تقول لي اديني تليفون عشان اوصف لك، يديك تليفونه بتوصف ليه وكده وبيجي يصلك، لكن بعد شويه بتنسى تليفونه ده، لانك انت ما محتاج ليه. بالتاكيد. فالواحد عشان اي معلومه عشان الانسان يتذكرها لازم تمر باربع او خمسه مراحل. المرحله الاولى مرحله الانتباه والتركيز، يعني لازم تتركز وتنتبه للمعلومه دي. نمره اثنين مرحله التسجيل. التسجيل لازم تسجلها. تسجلها في مكان الذاكره. نعم. نمرة ثلاثة لازم تخزينها، مش تسجلها تخزينها، بعد ما تسجلها زي الفهرس تخطها فيها تدرج فيها ترف فيها كده، نمرة كم كده لازم تخزينها بطريقة مضبوطة. نمرة خمسة الأخيرة الاسترجاع، لازم تسترجع، يكون عندك سيستم عشان ترجع به. يعني زي ما قلنا قبل كده لو انت عندك شغال امين مكتبه الناس برجعوا لك الكتب، بيشيل الكتاب تشيل الفهرس بتاعه تحطه في محله كده، لو جاء واحد يستلفه تاني بعد يومين انت عارف الكتاب ده وين تمشي تجيبه. صحيح. لكن لو انت كنت امين مكتبه اي زول يجيب لك كتاب تشيل الكتاب ترميه ورا ظهرك، ترمي ظهرك ترمي بعد شويه يكون عندك كوم من الكتب ورا ظهرك. صحيح. جاك واحد قال والله الكتاب الفلاني، تقوم تلقى الكوم قدامك ما بتعرف تجيبه يومين. فدي نفس قصة الذاكرة. يا سلام. فإذا كان الانتباه والتركيز جيد والتسجيل جيد والتخزين جيد، الاسترجاع أو الاستدعاء بيكون سهل جدا. جميل. فالناس العاديين زي وزيك البنسوا القلم وبنسوا المفتاح العربية والنظارة، المخ بيتعامل مع برد بعض المعلومات بطريقة ثلاثة طرق، اللي طريقة الإلغاء. المخ لو عنده معلومة ما محتاج لها بيلغيها. يعني مثلا انا وانت الان بنركز في الحوار، لكن المخ انا شايف الانوار وشايف الكاميرات. صح. لكن ملغيه منا لانه بالنسبه لنا مهم الكلام بيني وبينك. يا سلام عليك. ولون الحيط والحاجات دي كلها المخ شايفها لكن لاغيه. عجيب. نمره اثنين بيستعمل بحاجه اسمها التعميم، يعني مثلا يقولوا حلقه تلفزيونيه، المخ طوال يجيب صوره للانسان اثنين جالسين وقدامه يتكلموا مع بعض. اوه. دي صوره. بعدين الثانيه صوره الفلتريشن او هي الغربله. نعم. بغربل المعلومات بيخلي المهم والما مهم ده بيرميه برا. ف يعني مخ الانسان بتخش فيه 60,000 معلومه في الثانيه. سبحان الله. فلو المخ الانسان استوعب 60,000 زول بيجيب لو ما بيقدر يعني ما بيقدر يتحمل. ايوه. فدي اللي بتخلي الناس ينسى. يعني مثلا لو انت مثلا يكون مفتاحك شايفه في الترابيزه لكن تفتش له اللحظه دي المخ بتاعك عمل له ديليشن، عمل له مسحه. نعم. مسحه من الذاكره لكن عينك شايفاه لكن مخك ما شايفه. ما وصل. ما شايفه. ايوه. بنت كسروا لك يا ابوي ما هذا المفتاح قدامك. عجيب. بعد دخل المخ يرجع يوريه خليك تشوفه. يا سلام. حاجات طبيعيه ما مرضيه ما تطمن. زي حكايه طالب البقرة وكان طوال بيسمع صوت القطر. ايوه. يجي في الامتحان لما القطر بيجي مره حتى بعد ذاك يتذكر لانه تخبلت مع القطر. صح. جميل. صح. اتكلم عن انه في بعض الناس يعني تلقى واحد عمره 80 70 سنه وجدا ذاكرته جيده. صحيح. في ناس اقل منهم سن المساله دي بالنسبه لهم يعني فيها خلل يعني. صحيح. المسألة عندها هل هي عامل وراثي ولا عندها علاقة بأمراض تانية ولا استشفى؟ والله عندها عامل بكل الأمراض يعني، وده سؤال مهم جدا لأنه زي ما قلنا قبل شوية مثلا نسبة الزهايمر في الناس اللي عمرهم 65 ما فوق 65 سنة 5%، معناته 95% دول شداد ما عندهم. يا سلام. ما عندهم. صح. الناس اللي عمره 90 سنة نسبة الزهايمر فيهم 20%، معناها في 80% ديت شداد ما عندهم مشكلة ما بصيبهم يعني خلايا المخ دي لغاية ما يموتوا سليمة ما تحصل لها أي حاجة. فعشان كده في ناس معمرين ذاكرتهم ممتازة جدا لغاية ما يعني ربنا يتوفاهم ما يكون عنده أي مشكلة في الذاكرة. والناس يعني وتشوف يعني بكون في شخصيات شفتها، في شخصيات كبيرة في الإعلام في الشعر في الدين في كده في تلقاهم يعني لسه لغاية ما توفى والله هو في كل كامل غواه العقلية. يعني فدي لأنه نسبة الزهايمر قليلة يعني زي ما قلنا 5% للناس اللي فوق 65. نعم. 10% في الناس اللي فوق 75، لل 85 بتكون أكثر وأكثر. كل ما تمشي فوق بتكون أكثر. طيب المسألة عندها علاقة بالوراثة برضه الزهايمر ده في عامل وراثي؟
صحيح. عامل واسع مهم جدا. في واحدة من اللي استطلعتهم انتو ديل اللي هي قالت بيجي مبكر، هي انا اظنها تقصد الزهايمر المبكر، وده ده بيجي للناس قبل 65، وده عامل واسع فيه قوي جدا، وده للأسف لما يجي سريع جدا، يعني النساء ممكن من سنة لسنتين يكون وصل أقصى المراحل وتوفى، مع انه المرض العادي الزهايمر ديز ممكن يستمر على 10-20 سنة تكون ماشي في خرف لكن حي وترزق يعني. فالبيجي مبكر ده فيه عامل الوراثة، ولحسن الحظ انه نادر جدا يعني مش شائع. الشائع هو النوع اللي بيجي تدريجيا وبيجي للناس بما فوق ال 65، وده عامل وراثة برضه فيه اكتر، يعني الانسان اللي عنده جد امه وابوه جاله الزهايمر فرصة انه تجيه او القابلية انه تجيه اكبر من الناس اللي ما عندهم، لكن مش يعني مش حاجة مش علاقة مباشرة يعني انه جالي امك لازم يجيك انت. طيب دكتور محمد، مرات عندنا حالات بنشاهدها، يعني مرات بتلقى يعني ابوك امك اللي في البيت بيكون في حالات مختلفة، مرة يضحك مرة يبكي مرة في حالة حزن، الحاجة دي الحاجة عامل معاك كيف؟ صحيح. ده سؤال مهم جدا لانه دي تغلبات المزاج. نعم. في حاجة نسمها نحن بالانجليزي emotion liability اللي هي زي صمام ضبط المشاعر الحزن والفرح. الانسان العادي عنده صمام بيظبطها على حسب الظروف الاجتماعية، حسب الحاجة المحيطة له، يضحك اذا كان الموقف يحتاج الضحك ويبكي اذا الموقف. لكن مريض الزهايمر الصمام ده يكون حلج، يكون باظ، يكون باظ كده. نشوف هل ممكن يتغير. ناخذ ابو احمد من الخرطوم. مرحبا بك، السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحييك، تفضل. انا جاي اشارك بالحلقه معكم. انا كانت عشتها معي في البيت والدي رحمه الله عليه، الله يرحمه، عنده مرض الزهايمر والباركنسون ديزيز. ومريض الزهايمر، الو، ايوه معاك يا محمد، تفضل. مريض الزهايمر بيحتاج معامله طيبه، وبرجع كانه هو طفل يعني. وحتى الزول اللي بيتعامل مع المريض لازم يكون عنده خلفيه عن المرض. وانا صراحه كنت بشوف حاجات بلاحظها في والدي، انه هو يعني كنت بتنكره، انه هو بيسالني بيقول لي انت منو؟ كان بينسى انا منو؟ اخواني منو؟ الحاجه الوحيده اللي ما نساها والدتنا، يعني لما نشوفها بيعرف انه دي امنا، لكن انا بيسالني بيقول لي انت منو؟ كنت بتابع حاسه مع اخصائي نفسي وبتعمقه اخصائي اسمه التدريبي محمد الامين، فكان بيوعيني حتى اداني كتاب اسمه كيفيه التعامل مع مريض الباركنسون او الزهايمر. نعم. وقال لي انه في حاجات كثيره ممكن تحصل انت ممكن تصطدم منها لانه انت شايفه في والدك. هو يعني كان له وضعه كيانه في الدوله وكذا، فبقى الطفل الحاجه دي نفسيا اثرت فيه. فمريض الزهايمر يعامل معامله الطفل لكن بدون ما يحس. يعني انا ما كنت بحبسه، كنت بطلعه بمشيه، حتى المشي كان بالنسبه له صعب، لكن كنت بطلعه ما بخليه يطلع براه في البيت، بمشيه برجوله عشان ما يحصل امور في باقي الجسم في اعضاء الجسم. يا سلام يا سلام عليك يا محمد. فهو يعني ما صعب، ونسال الله انه يشفي منه كل المصاب منه في المؤمنين. والله يتعامل عنده زور مريض بمرض الباركنسون، تعامل معه بصوره طيبه وان شاء الله ربنا يكرم كل مريض. شكرا يا اخي، والله اشكرك على يعني اتصالك ومداخلتك الرائعه من يعني من خلال تجربه، وان شاء الله ربنا يتقبل منك هذا البر ويكون ان شاء الله خطوات للجنه. شكرا يا ابو احمد، تخيرك، تحيه احمد، وممكن احمد يكون نموذج للتعامل. صحيح والله، انا احيي الاخ احمد مشاركته تجربته مع والده، وهو قال نقطه مهمه جدا. هو قال يعامل كمعامله الطفل. طبعا معامله الطفل في انه قدراته الادراكيه قلت شديد جدا، حتى تصرفاته العاديه الاكل والشراب ممكن يكون ما يقدر عليها. في حاجه مهمه جدا برضو ذكر، انا عاوز اكرر عليها، انه الناس البيت ما يغالطوا المريض، يعني ما يقول لي انت حسه قبل شويه ما اتغديت او حسه ما جبناك وديناك الحمام، لانه نسى. صح، ووقف ده لما انت غلطت بيزهق زياده، يعني يقول لا لا ودوني لازم تودوني. فحاله زي انك تحاول يعني تتناسى او تشغله بحاجه ثانيه او كده، هو بعد شويه بينسى انه ذاته سالك للموضوع ده. لكن في ناس بيغلطوه يقول لي يا ابوي حسه ما جبناك، حسه ما طلعناك برا، يعني يكون بالليل تعالوا طلعوني طلعوني طلعوا طلعوا، يمشي ويجي رايح ثاني ينسى انه طلعوا ثاني، يقول تعالوا ودوا ودوني ودوني. ففي حاله زي دي الناس ما يغلطوا، يعني ما يتغلطوا معاه اول شيء عشان ما ياثر في نفسه ونفسيته. نمره اثنين انه هو اصلا نسى انه ما مش عنيد ولا كده، مش بعاند يعني. طيب دكتور حنين، ان شاء الله نشوف صمام ضبط المشاعر ده بعد الفاصل. لكن مشاهدينا الكرام، بفاصل ثم نعود نواصل ونستقبل المشاركات وكيفيه التعامل مع مريض الزهايمر او الخرف، خليكم معنا.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حياه طيبه مجددا، والحديث اليوم عن كيفيه التعامل مع مريض الزهايمر او الشخص اللي بيصيبه مرض الخرف زي ما بنعرف نحن في السودان. مرحبا دكتور ياسين الجدال استشاري الطب النفسي. وكان قبل الفاصل الحديث عن انه الحالات اللي بتحتاج المريض من حزن، مره يضحك مره يبكي وغيره، انت قلت في حاجه زي الصمام بتاع المشاعر. صحيح، مريض الزهايمر بيبقى كده. صحيح، مثلا مريض الزهايمر يكون عنده مثلا ابوه مات قبل 40 سنه، تقوم تزعل يقول يا حاج ابوك مات بيتين، يقول لك مات والله ابوي توفى، بعدين فجاه يبكي بك عنيف كانه ابوه مات قبل شويه، سبحان الله، لانه ما قادر تثبت. ايوه. او مثلا تقول لي والله ولدك الكبير ده توفى في حادث، يقول لك فعلا، يقول بيضحك لانه فقد ضبطه المشاعر دي. نعم. لانه الجزء في المخ ضبط المشاعر دي حصل فيه خلل. فدي برضو الناس مفروض ترى عليها، يعني ترى عليها انه ممكن، عشان كده في يعني انا سعيد انه الناس الان بتستعمل كلمه الزهايمر. نعم. بطريقه ريحيه، حتى الكلمه عربت، يعني يقول لك ده زهمر. نعم. زمان بيقولوا ده دستر ودو بعشر، هسه يقولوا ده زهمر ودو ما عارف وين. طيب جميل يا دكتور، ده وعي مطلوب. خلينا ناخذ مين ان شاء الله نكمل بعد اذنك. اهلا يا نون، مرحبا. طيب فقدنا نون من السنار، ان شاء الله تقول لنا ثاني ونسمع كمان سؤال واستشاره. واصل يا دكتور، قلنا صمام المشاعر ده فقده مريض الزهايمر. الحين ننتقل للشخص اللي بيتعامل مع مريض الزهايمر. في بعض الناس يا دكتور بياخذوا، يعني بياخذوا الحكايه دي لدرجه انه بتكون مرهقه بالنسبه لهم. صحيح، دي كيف الادعام؟ دي والله دي شريحه مهمه جدا. احنا طبعا السودانيين بحكم انه ارتباطنا العائلي وحبنا للاب والام بنشوف انه ده واجب ولازم نقوم له بكل طاقاتنا، حتى الواحد يسيب شغله، يسيب زمنه، يسيب اولاده، يسيب اي حاجه عشان يقعد مع ابوه ده يراعيه. ودي حاجة كويسة جدا طبعا في بر الوالدين وكده، لكن زي ما قلنا قبل شوية انه لازم اول شيء ياخد ارشادات من الطبيب المعالج انه المريض بيحتاج له وين وما بيحتاج له بتين، والحاجات اللي ممكن يعملها للمريض المحتاج يعملها لنفسه هو. يعني كل ما الشخص وعى نفسه بكيفية التعامل زي ما ذكر الاخ احمد، كل ما كان تعامله معه احسن واحسن، كل ما كان هو ذاته مرتاح نفسيا. يعني انا شفت ناس بيراعوا لامهم وابوهم لكن منهكين جسديا ومكتئبين نفسيا ومنعزلين اجتماعيا، يعني ما قادر الواحد يعمل اي حاجه، ما قادر اي حاجه خلاص، يعني الحياه بالنسبه لي وقفت. ممكن ابوه ثاني يعيش 10 سنين ما حيموت الليله ولا بكره. صحيح. فدي حاجه مهمه جدا انه نحن لازم ندعم، عشان كده هسه في جمعيات بترعى اهل الناس اللي عندهم الزهايمر ديزيز. يعني في جمعيه اسمها جمعيه السودانيه لرعايه مرضى الزهايمر ديزيز، رئيستها الاستاذه صوفيه، هي والدها يعاني من مرض الزهايمر، وبتجمع الاهل اللي عندهم الزهايمر بيديهم بعض الارشادات حتى عن طريقه التغذيه، ياكل شنو ياكل كيف ويمشوا بتين وينوموا بتين وكذا. فهم راغب والله. فانا افتكر دي يعني كل ما لقينا جمعيه زي دي ونشأت جمعيات اخرى، كل ما كان زاد الوعي وقلت الوصمه الاجتماعيه في انه مريض الزهايمر ده عنده مرض نفسي او عنده مرض خطير او كده. نعم. طيب دكتور، احنا يعني الشخص المتعامل مع مريض الزهايمر لانه الحاجات متكرره بالنسبه له والاسئله كثيره ونفس السؤال، المساله دي في بعض الناس بيفقدوا الحكايه بتاعت الصبر. صحيح. يعني انا كيف اقدر اقاوم انه يا اخي انا اصبر على الحاجه اللي قدامي؟ صحيح. للأسف في ناس يعني بيصلوا بيفقدوا الصبر مع الشخص ده، وللأسف في بعض الأحيان قد تصل لدرجة الإيذاء. أوه. للشخص المصاب بالزهايمر ديزيز ممكن يدقوه، يعني مثلا ممكن يضربوه يدفروه كده، يعني يربوه في السرير كده، دي بتحصل يعني موجودة للأسف موجودة. فدي من الحاجات نحن كأطباء نفسيين وباحثين اجتماعيين ومعالج نفسيين دائما لما يجي المريض ده طوال بيشوف عليه كدمات، عليه كده، عليه كده. دكتور للدرجة دي؟ يعني للدرجة دي للأسف فيه موجودة. ده طبعا قله بسيطه جدا الحمد لله. ممكن يعني زول يصل لا توصل. عشان كده انا قلت دائما نحن الشخص اللي عليه رعايه المريض ده احنا لازم نديه رعايه هو نفسه، لانه قد يصل مرحله انه المريض بيكرر يعني المريض بالليل تعالوا 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 خلوني نوم، متعبه متعبه جدا يعني تعالوا تعالوا دخلوني مرقوني دخلوني مرقوني جيبوا لي ما تجيبوا لي،
فاذا ما هو فاهم انه الشخص اللي بيعمل القصه دي لانه ناسي بيفتكر انه ده انسان عنيد صحيح. او انسان دائم مزعج او كده نعم. عشان كده بيتعامل معه بطريقه سالبه و ما بتكون لا بعدين هو نفس الشخص ده بيجيه شعور بالذنب بعدين بيلوم نفسه لانه ده والده او جده او كده مهما كان غسى عليه وبعد شوي بيلوم نفسه وقد يصاب هو نفسه بالاكتئاب والاحباط وممكن بعد شوي يسيب الموضوع كله يمشي يسيبه يعني يخليه باقي العائله الثانيه. عجيب بنحتاج في بعض الاحيان او في غالب الاحيان نتعامل بهدوء يا دكتور. صحيح. نحن بنرفع صوتنا او ممكن حتى نسمع كلمات جارحه يعني صحيح زعلتنا كذا غيره. حتى مريض الالزهايمر نفسه من نحن قلنا الالزهايمر اضطرابات في الذاكره، تغييرات في الشخصيه، تغييرات في السلوك. حتى مريض الالزهايمر ذاته مرات بيقول كلمات جارحه شديد جدا. أوه. هو قد يقول كلمات استحي منا ناس البيت وكلمات قد تكون نابية. فيها نابيه فيها نواحي جنسيه قدام الاطفال. دي كلها ليش؟ لانه بيجي انسان قليل ادب ولا كده بس لانه خلاص الكمبيوتر بتاعه اتلخبط بيجي الكلام بيجي ما رساي منه. نعم. فدي نحن لازم نراعيها ولازم نكون متحضرين لها يعني. عشان كده التوعيه كل ما كانت التوعيه احسن كل ما تعاملنا مع الاشياء دي بطريقه احسن واحسن ودائما نرى الجانب المرح في الموضوع يعني نضحك يا جدو ده الكلمه دي ما نايم الاطفال قدامنا وكده وبتاع فبدل نقول ليه قلت كده ولا ليه عملت كده وانت حركتنا مع الناس وسويت لنا وكده. فدي مهمه جدا جانب التوعيه. نعم رفض ظل قد ذاكرته من الحالات اللي مرض علينا ممكن يعني يصل لدرجه التحرش يعني هو صحيح صحيح ايوه صحيح نعم. يعني في ناس عرفوهم كيف عنده الزهايمر يكون زول عمره 70 سنه وعنده قروش في مثلا عنده مليون يمشي يسرق له حاجه ب 10 جنيه من السوبر ماركت يقبضوه ويديه للنايب بتاع النايب يقول انه عنده الزهايمر او مثلا يتحرش لي بولد صغير ولا بيت صغير ولا بتاع ده شو يقول عنده الزهايمر فده يعني لا لا لا, لا, لا يعاقب القانون ما يعاقبه اصلا لانه نعم. هو ما داري بتصرفاته يعني. نعم دكتور نحن في السودان هل يعني عندنا جهات مثلا بتقدم خدمات لهذه الفئه والناس اللي بيرعوهم في مراكز معتبره الان؟ والله ما في اغلب المراكز هي مراكز طوعيه لكن طبعا الشريحه دي المزول منها خدمات الصحيه وزاره الصحه خدمات الشؤون الاجتماعيه اللي هو وزاره الشؤون الاجتماعيه بالاضافه للوزارات الثانيه حتى وزاره المواصلات حتى النازل اللي وصلوا له المواصلات انه الكرسي يطلع وينزل في العربيه في الباص في كده يعني الدعم المادي في بعض الدول بتدي دعم مادي للاهل البراعه دي اللي ما وظيفه يعني بيتخلط وظيفتها وشغاله راعي لابوها دي ما وظيفه صح المفروض احنا نديها دعم مادي يعني ياخذوا اعانه طبعا دي برضه للنوف توفير اماكن العلاج بيسموه العلاج النهاري اللي هو الدي هوسبيتال يعني المريض ده عشان الناس البدل تديهم راحه يشيلوا المريض ده يودوه المركز ده يقعد في المركز ده 6-7 ساعات مثلا من 9 للساعة 2 ويرجعوا البيت تاني يكونوا اخذوا راحة هم ذاتهم في البيت او مثلا ماشيين الحج ماشيين عمرة يخدوه في محل لمدة اسبوع اسبوعين يتنوموا لما يجوا راجعين يرجعوا البيت تاني ففي محلات زي دي نأمل بأنه يعني تقوم في خاصة في الخرطوم هنا الآن في مركز يقام مركز الخرطوم المرجع للطب النفسي فحيكون فيه قسم لكبار السن والناس اللي عندهم الزهايمر فده قد يعني يرعى بعض المرضى دي لكن ليس يكفي في السودان كله. نعم دكتور ياسين القدار استشاري الطب النفسي كتر خيرك وصلنا للختام نريد خلاصة الجول في أقل من نصف دقيقة إن شاء الله. والله طبعا احنا عاوزين نطمن انه الناس ده المرض ده يعني مرض يصيب قله من الناس وممكن التحكم معه ممكن المريض يعيش بطريقه فيها جزء من الكرامه ويحتفظ بمهاراته وانه ممكن الوقايه منه اذا الانسان اتخذ طريقه حياه صحيه ياكل كويس ينوم كويس يحافظ على علاج الضغط علاج السكري لو عنده نقص في الفيتامينات يعوض الفيتامينات بالاضافه لانه لو في عندهم في العائله يحاول يعني يدرس تاريخ العائله لو عشان لو المرض اكتشفه بدري ممكن في علاجات بتوقف تدهوره ممكن الانسان يعيش حياه يعني كريمه. بالتاكيد ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور ياسين القدال استشاري الطب النفسي كتر خيرك على هذه النصائح الغاليه. شكرا جزيلا. الله يسلمك. شكرا دكتور.
شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. أمل إن شاء الله هذه الوصايا تكون وصلت لكثير من الناس اللي عندهم حالات في البيت، وواجب أنه إحنا نراعيهم في المقاول الأول ده، التزام أخلاقي وديني لأن إحنا تجاه هذه الفئة اللي قدمت الكثير لنا نحن وكذلك للوطن. لحد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقة أخرى من حياة طيبة. تقبلوا تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.